براہ راست آپ کو کراچی لے چلتے ہیں جہاں جمعیت الاسلام فے کے کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ خطاب کر رہے ہیں. القدس والاقصى مع غزة الصامد الحبيبة مع كتائب القسام وفصائل المقاومة على أرضنا فلسطين. طوفان الأقصى الذي انطلق من أجل تحرير أرضنا ومقدساتنا، من أجل حماية بيت المقدس وأكناف بيت المقدس من هؤلاء الصهاينة الغزاة المحتلين، ومن يقف حليفاً لهم في مواجهة شعبنا وأمتنا الإسلامية. إنني أحيي جمعية علماء الإسلام في باكستان ورئيسها مولانا فضل الرحمن وكل العلماء الأجلاء وكل من يقف اليوم في هذا الموقف العظيم المهيب، توجه رسالة دعم ونصرة وولاية لإخوانكم على أرض غزة التي تتعرض لحرب الإبادة على مرأى ومسمع ما يسمى العالم الديمقراطي الحر. وأنتم تقفون اليوم في وجه هذا العدوان، في وجه هذا الظلم، فتحية لكم من أرض غزة. کراچی میں جے یو آئی فے کی جانے سے طوفان الاقصی مارچ میں اسماعیل ہانیہ خطاب کر رہے ہیں.